الاتحاد تم تدشينه يعني تقريبا من شهر ونص. الاتحاد بيهدف لتجميع طاقات الادارات القانونيه على مستوى الجمهوريه. كل الغرض من الاتحاد او الغرض الاساسي من الاتحاد هو دعم فكره تعديلات قانون محامي الادارات وتوفير الدعم الكافي لمحامي الادارات، سواء دعم فني، دعم اداري، دعم معنوي. الاتحاد شغال في اكتر من محافظه، وخلال الفتره اللي فاتت يمكن تواصلنا مع اكتر من 12 محافظه، وما زال العمل جاري، وشكلنا اكتر من امانه في 12 محافظه، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنشمل كافه محافظات الجمهوريه ان شاء الله. الاتحاد بعد ما عمل العديد من الاجتماعات مع الزملاء في الادارات في الشركات وفي الهيئات، توصلنا للعديد من النقاط اللي اهمها توفير او التاكيد على الاستقلاليه بتاعه محامي الادارات القانونيه، استقلاليه محامي الادارات القانونيه وفقا لنص الماده 198 من الدستور، واللي النقابه كانت ضلع اساسي في وضع ماده في الدستور اللي هي الماده 198 اللي احنا ماشيين في اطارها وفي خلالها. بعض الضمانات والحمايات الخاصه بمحامي الادارات القانونيه في التعديلات الخاصه بقانون 47 لسنه 73، توفير بعض المزايا الماليه للمحامين فيما يخص بدل التفرغ واقرار بدل جديد من مثل بدل التمثيل وبدل المظهر. اتكلمنا على آلية جديدة تتحط عشان التفتيش الفني الموجود على المحامين، هي وجود آلية للتظلم قبل إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية. اتكلمنا عن فرض عقوبة جنائية على كل من يمس باستقلالية محامي الإدارات القانونية أثناء ممارسة عمله. اتكلمنا على أكتر من ميزة فيما يخص الترقيات، إلغاء كافة القوانين اللي بتطبق على محامي الإدارات القانونية باستثناء قانون الإدارات، هيبقى هو القانون الوحيد اللي هيخضع عليه محامي الإدارات. اتكلمنا عن بعض المزايا الخاصة بالمحامين فيما يخص وليكن استقلاليتهم في أداء عملهم أثناء التحيات وأثناء القضايا في حالة وجود خلاف ما بين رئيس الجهة وما بين المحامي. الفيصل هيبقى المادة 7 فيها لجنة، اللجنة هي اللي هتبقى الفيصل ما بين المحامي وما بين جهة عمله. الزملاء كلهم هيئات وشركات بيدعموا المقترحات اللي احنا تقدمنا بها النهاردة، وكلهم بيقولوا ان احنا في ظهر النقابة. النقابة هتصيغ مجموعة من التعديلات، ومعالي النقيب سامح عاشور وعد ان هو هيدفع بصيغه التعديلات اللي احنا مقدمه منا بالاجماع، هيدفع بها داخل مجلس النواب عشان يقود معركه جديده بعد تعديلات قانون المحاماه. تبقى معركته الجديده هي قانون الادارات القانونيه ان شاء الله. والله احنا بنامل ان احنا نحصل على كل الطموحات بتاعتنا في التعديلات. يعني احنا عندنا ازمات، والقانون هو الوحيد اللي هيمر بالازمات دي، اللي هيدخلنا من مرحله الازمه لمرحله الاستقرار. يعني احنا ما عندناش امل غير ان النقابة تمرر تعديلات قانون الادارات القانونية في المرحلة اللي جاية.